هناك أيضا قصة أخرى سنبدأ بها الآن. جميعنا نتذكر لحظات ما قبل استلام نتائج الامتحانات ونهاية السنة الدراسية ومستوى التوتر والأدرينالين والقلق الذي ينتابنا لا تضاهي تلك اللحظات أي لحظة أخرى، ولا يتحمل الموضوع أي شقة. ولكن الست ندى الركابي وهي معلمة في مدرسة ثمار الجنة للبنات تسجل يومياتها مع طالباتها، اختارت أن تخبر طالبتها بالنتيجة النهائية ولكن على طريقتها. وكان لفيديو المقلب الذي عملته ندى مع طالبة عندما قالت لها ليش راسبة وماخذة 8 بالعربي وما طالعة الأولى، لتصدم الطالبة بهذا الموقف ولحظات ما قبل إخبارها بالنتيجة الحقيقية، وهذا ما حدث. زينة ليش راشدة حبيبتي؟ يعني ولد طالعة ماخذة بالعربي 8، ليش؟ لا تصفني، ليش ماخذة 8 بالعربي؟ قريتي؟ ليش هي ماخذة 8؟ نبي دخل شو ليش تنطيني هدية؟ والله شو الهدية؟ عجبت لها؟ لا تنطيني. تعال 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 وخذي لك ليش شوفي هيني ثم الأولى كانت الطالبة أن تبكي لولا تدخل الست ندى في اللحظات الأخيرة وإخبارها بأنها الأولى على الصف وبدرجات كاملة مع فيض مشاعر وأحاسيس طفولية جميلة. ورغم أن الفيديو قديم كما قالت نشرته الست ندى على حسابها بإنستغرام وتيك توك، في حين كان لموقف آخر مع طالبة أخرى أيضا كانت حزينة رغم أنها ناجحة، إلا أن تعامل ندى معها أعاد لها بسمتها. هنا يكمن سر التفاعل والتعامل بين الطالب وأستاذه الذي لا ينساه مهما كبر الطالب. باي منا 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 لبابو منا يلا باي باي. تحصد مقاطع الفيديو التي تنشرها ندى الركابي الكثير من ردود الأفعال والتعليقات والآراء، هذه بعضا من تلك التعليقات التي كتبت على المنصات. نبدأ من تعليق كتبته سارة. ماذا تقول سارة؟ تقول ندى الركابي إنسانة محترمة ومعلمة تربوية بكل معنى الكلمة، صار سنين تتعب على طلابها أو طلبتها، ومعاملة وأسلوب يخبل كل طلابها والأهل يحبونها. أين محتوية الطلاب؟ كافي انتقاد. تعليق آخر ومداخلة أخرى من هزيمة تقول في تعليقها أنتوا المفروض مو هذا حال البناية مالتكم، للأسف متهالكة، لكن أنتوا محلينها بتواضعكم وتعاملكم الراقي ويا طلباتكم أو طالباتكم الحلوات، ربي يحفظكم. تعليق آخر من ابن الدولة الدليمي بربكم هاي هم مدرسة، يعني وين الدولة عن هيجي مدرسة تعبانة، يعني والله حرمات هيجي مدرسة تعبانة ومتضررة كلش. تعليق من زين العابدين يقول اللي يحشي على المدرسة عادي، حتى بالبصرة عندنا مدارس أتعس من هاي ويداومون بها الطلاب، الدولة ما عندها إمكانية تعمر المدارس. هناك مداخلة من حسن يقول بعيدا عن كل شيء بس ما أحب هاي الحركة اللي مرات يسوونها المدرسات من الطالبة أو من الطالبة تطلع ناجحة وعود مقلب وتسألها ليش راسبة وتهبط معنويات الطالبة. تعليق من أحلام اللي يشوف حساب ست ندى الركابي يروح يغير وجهة نظره عنها، لأن أشوف الكل يحكي عليها يقول ليش هذا الشق الثقيل ويا الطالبة، هي تحبهم مثل بناتها وحنينة عليهم، أكيد ما تقصد تأذيهم، كافي سلبية.